سلام البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان ان شاء الله؟ يلقاكم لا فيديو ديال اليوم في احسن الاحوال. شنو اختي في لا فيديو ديال اليوم؟ شنو اليوم البنات غنشارك معكم فيديو اللي شحال نتوما كتطلبوها مني ديال العطور. غنشارك معكم العطور اللي انا كنستعمل وكيعجبوني، وكاين حتى واحد جوج صراحه ما عجبونيش، ما بغيتكمش تقولبوا فيهم. كيف ما غنشارك معكم الحاجه زوينه، شارك معكم حتى حاجه باش هكا ما تقولبوش فيهم. وبالنسبه للعطور اللي زوينين واللي انا كنستعملهم ديما الاثمنه ديالهم جد مناسبه، ابتداء من 90 درهم، يعني في متناول الجميع. زوينين البنات، نقدر هاد العطور كاين بعض منهم اللي يقدروا يكونوا عندكم. وفي حاله ما شاركت معكم شي بارفان وشاركت زعما وشكرتها لكم وكنتي باغا تاخديها وما تقولبيش وكنتي كتثقي في الذوق ديالي، خديها بعينيك مغمضه. هنا الناس حاولت انني نحطهم في هاد البلاطو هادو، وغادي نحطهم هنايا وغنبقى نهز وحده وحده ونبداو باللولي اللي ابتداء من 90 درهم. اول بارفان غادي نبداو بها هي هادي تريزور ديال لونكوم، زوينه البنات. شوفوا بعدا كيفاش كتجي في الشكل. شكون بحالي اكثر حاجه كتلفتني في العطور هو الشكل ديالهم البنات. شوفوا كيفاش جايه صغيره وزوينه وحليلوه، الريحه ديالها البنات زوينه، الله ريحتها زوينه. نقدر نديرها حتى في الصيف، هي صراحه كتجيني ديال البرد وديال الصيف، يعني نقدر نديرها حتى في الصيف، بالخصوص هكا الا كنت خارجه في العشيه وعرفتي داك الجو اللي كيكون هكا فيه الغربي، نقدر نديرها البنات. زوينه، ريحتها حلوه، كنتمنى نلقى لي نوت ديالها. اي بان شاركتها معكم الا لقيت لي نوت ديالهم غنحطهم ليكم هنا، اولا نتوما دخلوا قلبوا عليهم باش هكا تشوفي واش داكشي كيعجبك ولا لا. المهم هذه البنات ريحتها زوينه، فيها ريحه الحلاوه. هذه البنات خاصها تكون عند اي بنت، بالخصوص البنات المتزوجات، لانها ريحتها زوينه، ريحه الانوثه سكسي زوينه. خديها، انا متاكده غادي تعجبك. والثمن ديالها كما قلت لكم 90 درهم، يعني في متناول الجميع. واكثر حاجه حتى هي عجبتني هي بالنسبه لهاد لي بارفان كيكونوا صغيورين، يعني الا كنت خارجه ما غاديش تشد ليا لي سباس في السويك ديالي، عكس لي بارفان اللي كيكونوا كبار كضطري انك صافي ديري غير في الدار، صافي ما تزيديش خرجيها معك. وثاني عطر البنات هو هذا، سميتو مانيفيستو. كنتمنى نكون نطقتها هي هذيك، وفي حاله ما غلطت في النطق ديال شي بارفان غادي نخلي لكم السميه هنايا. هاد لي بارفان البنات اللي قلت لكم 90 درهم ديال جيني كوليكسو او لا جيني كوليكشن، كيكونوا بحال هكا والاثمنه ديالهم جد مناسبه. بالنسبه لهاد البارفان هادي انا اول مره شميتها ما عجبتنيش، واول مره درتها ما عجبتنيش، ولكن عطيتها فرصة واحدة اخرى حمقاتني، ريحتها زوينة البنات. هاد لي بارفان ديال هكا ديال شي مرة تكون كلاس، عرفتو دوك كيكون هكا كلاس، تلبسي مونطو مع شي لي بوط ديال الطالو، ويكون البرد ديال البرد البنات. هاد البارفان الا درتيها في الصيف غادي تجيك شقيقة في راسك. انا بالنسبة لي ما كنقدرش على العطور اللي كيكونوا قاصحين، ولكن هادي في البرد ما يمكنش. الله كيما قلت لكم عرفتو شي خريجه مع شي مونطو مع شي لي بوط ديال الطالو، ويكون الجو بارد بارد ديال بصح، وتكون الشتيوه كطيح، ريحتها زوينه البنات. ها كيفاش كتجي، وكما قلت لكم الثمن ديالها 90 درهم، خديها انا متاكده غادي تعجبك. العطور اللي غنشارك معكم البنات راه كاينين ديال الصيف وكاينين حتى ديال البرد، يعني جمعت لكم العطور كاملين اللي عندي باش هكايا فوق ما شفتي هذا الفيديو هذا يعجبك. شفتيه دابا اللي مازال البرد يعجبك، شفتيه حتى الصيف حتى هو غادي تستافدي منه. وثالث بارفان شوفوا الشكل، شوفوا كيفاش كتجي هذه، يمكن سميتها روبرتو كافاي، يمكن ياكو، المهم ما عرفتش واش نطقتها هي هذيك ولا لا. هذه البنات اكثر حاجه عجبتني فيها، انا نقول لكم شنو هي اكثر حاجه، نفس الاوريجينال ديالها، نفسها. هاي البنات الاوريجينال ديالها هي عندي بحال كيف ما كتشمي هذه، كيف ما كتشمي هذه، ما كاينش الفرق نهائيا، نفس الريحه نفس كل شيء، وكتبقى شاده. حاجه اكيده هكا ما كتكونش بارفان اوريجينال، راه ماشي هي الدوب ديالها، ولكن اختي هادو ما يمكنش، ما عرفتش كيفاش غادي نزيد نعبر لك، ولكن راه نفسها البنات. ريحتها زوينه وتهي ديال البرد كيف ما قلت لكم، ريحتها البنات كلاس 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 بزاف، عرفتو ريحتها زوينه. هي ما قاصحاش بزاف، ولكن ماشي ديال الصيف صراحه، ديال البرد زوينه البنات. وحتى هي الثمن ديالها 90 درهم. وشوفوا بعدا الشكل كيفاش كيجي، عرفتي راه ديريها في السويك ديالك ما غتشدلكش البلاصه نهائيا. لو بغيتي تاخديها كادو لشي حد غتاخديها كادو بعينك مغمضين، ما غاديش تحشمك، يعني واخا تشوفيها هكا صغيره
زوينه البنات وهمه، وهي ما غاديش ما تحشمكش نهائيا. وكما قلت لكم زوينه بزاف، والريحه ديالها خطيره البنات، ديال البرد. مي كنقول لكم هكا شي ريحه زوينه ديال البرد، كنتخيل هكا شي خريجه زوينه مشي لبيسه تكون واعره، بالخصوص لبستي مثلا هكا شي لبيسه كلاس، عرفتوا كتجي زوينه بزاف بزاف. وهاد البافا هادي البنات غير ديال الناس الدواقه اللي كيعجبوهم العطور، اللي كيكونوا هكا هماويين وكلاس، انا متاكده انها غادي تعجبكم. وحتى هي الثمن ديالها 90 درهم. ورابع بافا هي هاد اختي اللي حتى هي سميتها تريزور البنات، بحال هادي غير هما ماشي نفس الريحه نهائيا. شوف اختي الشكل ديالها، شوفي الشكل كيفاش داير، فنه البنات، فنه فنه وكلاس. عرفتوا انا حمقني الشكل ديالها وريحتها زوينه البنات. هاد لي بارفان البنات اللي كنشارك معكم ديال جيني كوليكسيون، ما تحكموش عليهم من الشمال الاولى، انا شحال من وحده فيهم شميتها وما عجبتنيش، وزعما الحمد لله اللي ما لحتهمش عطيتهم فرصه واحده اخرى وعجبوني. الله البنات على ريحه، وكلهم ديال البرد، ريحتها زوينه ما خصكيش تحكمي عليها ديك الساعه، حتى كتبرد عاد غادي تعجبك. يعني فاش ديريها مثلا مشيتي تاخديها من عند مول ماكياج ولا شي حد، خصك ديريها وتمشي تضربي دويره حتى تبرد، وعاديك ساعه غتشوفي واش غتعجبك ولا لا. عرفتوا انا حمقاتني حمقاتني ريحتها غزاله البنات، وتا هي شي حاجه اللي كلاس وزوينه وديال البرد. ما عرفت شنو لي نوت اللي فيها، ولكن غنحاول نقلب لكم عليهم وغادي نحطهم ليكم هنايا. المهم نقول لكم الحاجه راها زوينه، يعني راها زوينه، خذوها على ضمانتي. وغادي نهضر لكم حتى على هاد البانفا هادي، كاين البنات اللي غيكونوا مجربينها وكاين البنات اللي غيكونوا ما مجربينهاش. سميتها نارسيسو، يمكن جربتها البنات، درتها البنات شي جوج ديال المرات، وقلت يمكن نقدر، حيت بعض المرات كنديروا لي بافو ما كنشموهمش في راسنا، وحتى الا شميناهم يقدروا ما يعجبوناش. وجربتها في اختي وجربتها في بنتها، درتهم ليهم وقلت نشوف نقدر نشمهم فيهم ويعجبوني. ريحتها البنات بودري بزاف بزاف، انا كتعجبني بارفان تكون بودري، ولكن هذه بزاف. ما عرفتش واش نعطيها فرصه واحده اخرى ولا لا، ولكن ما عجبتنيش. جاتني ريحتها بحال خنزير البنات. عرفتوا دابا شميتها حسيت براسي ضرني، ما عجبتنيش زعما ديال البارفان اللي عندي انا، ما عجبتنيش. جاتني ريحتها ما زويناش، بحال خانزه مجهده بزاف، قاصحه بزاف. شفتوا البنات اللي غتعجبهم هذا البارفان خصكم ديروه فداك النهار اللي كيكون البرد والشتا مجهده، يلاه يلاه تقدروا تحملوا ريحتها. انا صراحه ما عجبتنيش، كما قلت لكم كيف ما نشارك معكم حاجه زوينه نشارك معكم حتى الحاجه اللي ما تقلبوش فيها، والله تضرني راسي دابا حيت شميت ريحتها. سالينا من هاد لي بارفان اللي ب 90 درهم. ودابا غندوزو لهذه الحبه البنات، هذه غتلقاوها في افون زوينه، سميتها بلاك دريز يمكن، ولا بلاك دريز يمكن، ما عرفتش واش نطقتها هي هذيك ولا لا، ولكن هذه راه الحب. هذه البنات اللي كيقراو هذه خصها تكون عندكم. انا البنات هذيك كناخذها مي كنت كنقرا، زوينه زوينه زوينه، والثمن ديالها جد مناسب. اصلا كيعجبوني صراحه لي بارفان ديال افو، حتى ديال اوريفلام كيكون كاين فيهم وحدين كيكونوا زعما باثمنه زايده، ولكن كاين حتى شي وحدين كيكونوا الاثمنه ديالهم مناسبه زوينين البنات. ومي كنت كنقرا كنت كناخذ من افو اوريفلام بزاف البنات. قولوا لي شكون بحالي ضروري في الدرب كتكون عندكم. شي مرا ولا شي بنت كتبيع داكشي ديال اوريفلام ولا ديال افو، كدير معكم الكريدي، ما عرفتش شكون لكم ولا غير انا، ولكن واحد السيده الله يذكرها بالخير عزيزه عليا، كانت كتجيب داكشي ديال اوريفلام وافو، كنت ديما كناخذ من عندها بالكريدي كل شهر كل شهر. وهاد البارفان البنات زوينه، والله البنات غزاله غزاله، وكنديرها في البرد وكنديرها حتى في الصيف، كتجيني ريحتها ما بين وبين، عرفتوا ريحتها غزاله غزاله. كاينه البنات القرعه الكبيره، الله غزاله فنه، كاينه القرعه الكبيره دايره بشي 180 درهم وقيله ولا 150 درهم. هذه البنات المتوسطه كنت خديتها ب 100 درهم، وكاينه الصغيره دايره يمكن ب 40 درهم 40 درهم ولا 30 درهم. شحال هذه صراحه كنت كناخذها غير بشي 30 درهم، مشيت ناخذ هذه الصغيره كان قال لي لا يا ربي، كان قال لي 50 درهم الصغيره كاع، كنت كناخذها غير ب 40 درهم. زوينه البنات ها هي، انا اي حاجه شاركتها معكم غنقلب لكم الكاميرا باش تسكرينيوها. البنات اللي ما مجربيناش ياخذوها زوينين، ونصحكم بالعطور ديال اوريفلام وديال افو، راه زوينين البنات خلاص، راه كيكون في داك الكتالوج كتشمي وكيكون ريحتهم فنه 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 فنه. ودابا البنات غادي نشارك معكم هاد البارفان هادي، سميتها مون باري كيف ما كتشوفوا،
القريعه ديالها مازال عامره، الشكل ديالها زوين، الشكل ديالها تاخديها كادو ما يحشمكش. ولكن بكل صراحه ريحتها ما عجبتنيش. انا ديما كنقول باللي لي بارفان اللي كيكون هكا اللون ديالهم بحال هكا، يعني كيكون بحال هكا مفتوح، كيكونوا صيفيين، كيكونوا خفاف، ولكن البنات ما استحملتش ريحتها نهائيا. هذه كان جاتني كادو من عند راجلي، ومن هاد البارفان وليت كنقول لهم يتبغي تاخدي شي حاجه نكون معاك باش هكا الحاجه ما تضيعش. شوفوا مازال عامره، رشه منها شي ثلاثه ديال المرات واقيله، عييت زعما ما نعطيها فرصه. المهم جاتني ريحتها خانزه، ما عرفتش ما استحملتهاش، ما عجبتنيش نهائيا. الثمن ديالها واقيلا شي 130 درهم ولا 150 درهم. ما زويناش البنات ما تاخذوهاش، ما كنظنش غتكون غتعجبكم. ريحتها البنات كدير الشقيقه، وعرفتي فاش كترشيها الا كان حداك شي حد ما غاديش يستحملك. انا البنت راه جابها ليا راجلي، ومنين درتها قال لي زكيه هاد الريحه راه ضرتني في راسي، كنت راه انت اللي جبتيها لي، ما تبقاش تشري ليا الحاجه. ما زويناش ما تاخذوهاش. ودابا ندوزو للعطور العربيه اللي تاهما كيكون الاثمنه ديالهم زوينه وكيكونوا حتى هما زوينين. وغادي نبدا لكم باول عطر ديال لطافه اللي هو اميره العرب. فاش كنخرجوا هاد العطور ما كنظنش شي بنت تكون ما خداتش اميره العرب، لان كانت عليها الهضره بزاف، كانوا البنات كيشكروها بزاف. واللي كيعجبني في العطور البنات ديال لطافه، اول حاجه الشكل هماوي. الا شفتي البارفان كنتي ما عارفاش الثمن ديالها غتقولي هاد البارفان راه غاليه، وهما البنات الاثمنه ديالهم مناسبه. شوفوا البنات الشكل، عرفتي هادي تاخديها لراسك تفرحي راسك، تاخديها كادو ما تحشمكش. الشكل ديالهم كيكون زوين، وحتى زعما العطور كتكون الريحه ديالهم زوينه. بالنسبه للبنات هاد اميره العرب ريحتها زوينه، والثمن ديالها 150 درهم. غير الا ما بغيتي تشريها واقيلا فاش كنخرجوا هاد العطور كانت كتباع بشي 200 درهم. دابا البنات غتاخديها ب 150 درهم، ولا تشطرتي مع مول ماكياج قدي تاخديها حتى ب 130 درهم. انا صاحبتي خداتها ب 130 درهم، ولكن انا ديتها ب 150. ريحتها البنات زوينه، ريحه الانوثه. واميره العرب كيعجبني نشمها في شي بنت، لان كما قلت لكم بعض المرات كديري شي بارفان كتكون ريحتها ما كتشميهاش في راسك، ملي كتشميها في شي بنت كتعجبك. كيعجبني نشمها في البنات، زوينه البنات زوينه. ثاني عطر نيت ديال لطافه، هذه الحب ديالي، هذه العشق، فخر لطافه. عرفتوا راه عندي البارفان ديال الشهر وعندي المعطر، راني كنبقى غادا في الدار وكنعطر به، ريحتها زوينه. هذه الحب كتحمقني، زوينه البنات. هذه ديب ديال لانتيغدي ريحتها فنه، لي نوت ديالها فيها الفاني المسك خشب ستاندال، زوينه البنات. هي شويه ريحتها قاصحه ديال البرد، ولكن ما قاصحاش بزاف. يعني الا كنتو من النوع اللي كيعجبوكم زعما هكا حتى في البرد ما يكونوش الروايح قاصحين بزاف، هذا البنات ما قاصحاش بزاف. عرفتو بغيت ناخذ حتى البخور ديالها، غزاله. وشوفوا لي الشكل كيفاش كتجي زوينه. هذه الثمن ديالها البنات واقيله 180 درهم ولا 170 درهم، المهم كنظن بلي ما غتكونش فيها 200 درهم. وشوفوا الشكل ديالها كيفاش داير، غزاله فنه. كما قلت لكم بغيت ناخذ العطور ديالها، شو سميتو، البخور ديالها، لان كتحمقني. وهذه يا اختي هذه تاهي راه ماشي غير الحب، هذه راه العشق تاهي كنحمق عليها. يارا محبوبه الجماهير، ما كايناش شي بنت غتكون ما مجرباهاش، وما كايناش شي بنت غتكون ما كتعجبهاش. هذه البنات بقوه، مشكروها البنات في التيك توك، حمسوني باش ناخذها. راكم عارفين تيك توك كيبقى كيطلع هكا، الا هكا البنات اللي المهم اي حاجه بغيتي تتفرجي فيها كتبقى كتطلع لك بزاف. وانا كيعجبني قبل ما ناخذ شي بارفان نقلب عليها، نشوف لي نوت ديالها، نشوف البنات واش عجباتهم ولا ما عجباتهمش. كانت كطلع لي بزاف بزاف وبقوه ما زوينه. بغيت نجرب البيضه ديالها والاورانج، الاورانج كيشكروها. عرفتوا البنات هذه اللي شمك يدوخ ريحه الانوثه. هذه خصها بالخصوص البنات اللي مزوجين ياخذوها، واحد الريحه اللي زوينه. وحتى البنات اللي ما مزوجينش، علاش لا اختي، ماشي اي حاجه نلصقوها في البنات اللي مزوجين. والله البنات عرفتوا ريحتها حلوه، واكثر حاجه عجبتني واخا ريحتها حلوه ماشي ديك الحلاوه المجهده، لا حلوه خفيفه فيها واحد شويه ديال لافاني. عرفتوا ما يمكنش
مي كانش حال زوينه اختي. مي كانت هذه خصك تاخديها عرفتي، بغيت ناخذ حتى البافان ديال الشعر وبغيت ناخذ حتى البخور ديالها، راه غير مازال ما كتبش. زوينه البنات، وتا هي الثمن ديالها واقيلا 200 درهم ولا 180 درهم. كنت خديتها من واحد لاباج في انستغرام. المهم انا اي بافان كنت خديتها من شي باج غادي نخليها لكم هنا، دخلوا خذوها بصحتكم وراحتكم. وحتى مثلا شي حاجه قلت لكم خديتها من عند مور الماكياج، غتمشي غتقولي له عطاني ديك البافان، غادي يجبدها ويعطيها لك. علاش البنات كنبغي نتفرج في هاد لا فيديو ديال العطور؟ لان مالين الماكياج ما غاديش يعطيك تشمي، ما يمكنش غيحلها باش يعطيك تشمي ولا ما عجبتكش غتبقى واحله فيه. اللهم هاد النوع ديال لي فيديو كتاخديها كيا افكار وكتمشي صافي كتقولوا عطيني ديك الحاجه كيعطيها لك. شوفوا البنات التشكيل ديالها كيفاش كيجي، زوينه زوينه بزاف. وعرفتوا ريحه الانوثه، واحد الريحه اللي زوينه كتحمقني. هذه البنات خاصه بالصيف، يعني ديال الصيف، ولكن انا كنديرها حتى فهاد الوقيته هذه ديال البرد. واخا دابا راه سخن الحال شويه، ولكن خديتها في البرد ريحتها زوينه، نديرها في الصيف في البرد ما كاينش مشكل. كاين بعض الاطور اللي مستحيل ديريهم في كيكونوا ديال البرد ومستحيل تكوني غادي ديريها في الصيف، ولكن كاين شي عطور اللي ماشي مشكل نديروهم في البرد وفي الصيف. وكاينه حتى هاد البافان هادي اوبيلانت ميوسك، زوينه البنات بعدا الشكل ديالها. شوفي كيفاش دايره، همويه هادي ماشي ديال اي وحده، هادي ديال الناس الدواقه، ديال شي وحده ديال شي بنت اللي كتكون همويه عاجبها راسها كيعجبها هكا تلبس وتهلا في راسها. زوينه البنات، كاينه هاد البيضه فيها الحمراء وفيها الزرقاء. انا خديت هاد البيضه، انا غادي نقول لكم هادي فاش غتشميها ما غتستحمليش ريحتها، غتقولي شنو هاد ريحه الخنزه، راه خنزه. ولكن فاش غديريها وغدوز غير واحد شويه غتبرد، انت غتبقي وغادي كتشمي فيك واحد الريحه غزاله. هذه البنات من بين البارفان اللي غتشميها في الشمال الاولى وما غتعجبكش وغتقولي خنزه هاد الريحه، شنو هاد الريحه ما زويناش. ولكن انا فاش درتها شويه شويه على ما كتبرد، اش غنقول لكم، واحد الريحه ما يمكنش حال زوينه. والثمن ديالها هذه راه تستاهل اكثر، الثمن ديالها 130 درهم. شوفوا دابا هذا الشكل هذا ديال 130 درهم، باش قلت لكم هاد لي بارفان ديال لطافه في الشكل ديالهم كيبانوا همويين، ولا شافك شي حد غيقول ديك البارفان راه كيما شحال واخداها وهي راه غير 130 درهم. زوينه البنات، ريحتها ماشي ديال الصيف، ديال البرد، وريحتها جاتني ديال المناسبات، يعني ماشي ديال خرجه عاديه، هذه ديال انك تكوني معروضه في شي عراسيه ولا في شي سبوع. المهم جاتني ديال المناسبات، وتقدي ديريها مثلا في البرد ملي يكون جو بارد ديال بصح ويكون هكا الريح وتكوني خارجه هكا في العشيه، ماشي في الصباح حتى العشيه غادي تعجبك. ولكن يعني شنو انا زعما في الراي ديالي جاتني ديال المناسبات، نقدر نقول لكم هكا في الصيف، في الصيف ما عرفتش، ولكن ريحتها قاصحه، من الاحسن انها تدار بالليل ودار في مناسبات في شي عراسيه وفي شي تقشيطه وشي طال ولا شي قفيطن. زوينه البنات همويه، ما تحكموش عليها من الشمال الاولى، ديريها جلسي واحد شويه على ما تبرد. هذه اللي قلتي حدا غيسولك شنو هاد الريحه هذه، وهذه من بين لي بارفان اللي غتشميهم في راسك، يعني انت وكتحركي كتشمي فيك ريحه زويونه. وهاد البارفان اختي ما يمكنش ما يمكنش حال زوينه، غلاسي بيلا البنات حمق. هادي نقدر نقول لكم هاد لي بارفان كاملين اللي شاركت معكم زوينين، ماشي ما زوينينش، ولكن هادي احسن وحده عندي حاليا. هادي البنات من ميزو الهمبرا، زوينه واحد الريحه راه ما يمكنش ريحتها فنه. انا هادي غنديرها في البرد وفي الصيف، ما يمكنش حال ريحتها زوينه. وشوفوا كيفاش كتجي في الشكل ديال، عرفتوا الشكل ديالها غزال، ريحتها بارده وزوينه البنات. كما قلت لكم غنديرها في البرد وفي الصيف، حمقاتني والله البنات. عرفتوا غندير منها دابا شويه واخا قاصه غير في الدار، فراسكم البنات انا وفي الدار كندير لي بارفان، زعما ماشي تنكون خارجه، في الدار نديرهم. زوينه البنات غزاله كتحمق، ريحتها بارده وحلوه، وما عرفتش شنو لي نوت اللي فيها. المهم البنات انا هذه احسن بارفان عندي حاليا اللي نقدر نقول لكم اللي كنديرها بزاف هي هذه البنات. الثمن ديالها 170 درهم. هذا البنات راه كنشاركتها معكم في لا فيديو ديال عيد ميلادي، خداها لي راجلي وانا معاه، يعني انا اللي اختاريتها فنه. هذه بغيتكم تمشيو وتاخذوها فراسكم البنات، هذه صورتها صحاباتي
اللي خدامه تنقولها شوفي ما تخلصي سيري خدي هادي، اللي مزوجه شوفي ما يعطيك راجلك سيري خدي هادي. اقسم بالله البنات بقوه ما عجبتني، انا من النوع اللي الا عجبتني الحاجه ما كنخبيهاش ليا وما نوريهاش مثلا الناس، لا عجبتني الحاجه نجي نبارطاجيها معك. والله قلت لك اللي خدامه قلت لها شوفي ما تخلصي اول حاجه غادي ديري هي غتمشي تاخدي هادي. فنه 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 صاحبتي اخرى مزوجه قلت لها شوفي غير يعطيك راجلك الفلوس غتمشي تاخدي هاد البارفه، والله القسم الا بارطاجيتها مع البنات كاملين اللي كنعرفو بقوة ما انها زوينة، ماشي على شي حاجة ولكن بقوة ما انها زوينة. شوف هادي خصها تكون عند اي بنت فنة فنة وكتحمق البنات. اخر بارفا غادي نشاركها معكم هي هادي، ما عرفتش واش غادي تكونوا عارفينها ولا لا. المهم هادي البنات سبور حيتاش مكتوبة فيها نايك، حتى هي البنات ريحتها زوينة. ندير في هاد اليد هادي ريحتها حلوه وسبور. كيفاش كتجي في الشكل ديالها؟ هذه راه كيكون معها الكريم وباندوش ديالها، انا عجبتني البارفا اكثر هكا تكون شي لبسه سبور شي خريجه هكايا في الصيف وحتى في البرد علاش لا، لان واخا ريحتها صيفيه واحد شويه قاصحه حتى هي البنات زوينه. هذه الثمن ديالها والله البنات ما عرفت، ولكن راكم عارفين دوك ملي كيكون شي باك هكا فيه جيل دوش وداكشي ما كيكونش مثلا فايت 200 درهم وما كيكونش فايت 250 درهم، كيكون ابتداء من ديك 170 درهم حتى ديك 220 درهم 230 درهم، لان هذه كتباع باك كيكون جيل دوش والكريم ديالها زوينه. وهادو هما لي بارفان، كنتمنى يكون عجبكم هاد لا فيديو، واخا انا عارفه ما عرفتش ما الاضاءه عندي ما زويناش، ولكن كنتمنى يعجبكم، كنتمنى تكونوا استفدتوا من واحد شويه. خليو لي واش بغوني نصور معكم شي فيديو واحدة اخرى، خليو لي افكار، كنبغيكم بزاف بزاف ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. وحاجه اكيده فاش ناخذ عاوتاني شي بارفان اخرين نبقى كنجرب، وفي نفس الوقت هكايا كنشارك معكم الحاجه الزوينه وحتى الحاجه اللي ما صدقاتش.